السلام عليكم. انا ولدي كان مع الناس ديال اللي ديما كيدوروا ويقلبوا على هاد الدريه هذه على قبالاش بقات فيه وعزيزة عليه ومن ولاد الحومة ديال الدرية وكيعرفها من الصغر وكيمشي يقلب مع امهم ديما ديما مع امها ومع عائلتها وكل شيء. اليوم منين كانت الدرية هي وديك المرة اللي خطفها دايزة شك بأن الدرية لأن كانت واقفة حدا الكوميسارية جاية حدا البروميان كانت مضرقة لها وجهها ودايرة الزيف وناض هو شك فيها هو وشي دريه كانت معاه ناضوا لها والمراه وحيدوا الدريه الزيف عرفوا بانها نفس الدريه اتفقوا هو مع البنت اللي كانت معاه انهم يخطفوا لها الدريه حيدوا لها من يديها ويبقى ملاهي داكشي اللي كان حاولوا باش يهربوا لها الدريه هربات تلاهوا معاه هي كيسولوها اش كتجيك هذه ماش كتجيك قالت لهم راه انا عمتها قال لها لا انا كنعرف عماتها وكل شيء مع عائلتها ماشي انت ما كتجيكش ناضو حيد لها بغى ضربو صرفقاتو حيد لها الزيف هربت بقى الزيف مليوح كيقول الناس جريو جريو تبعوها راه اللي خطفات الدريه الصغيره جريو جريو تبعوها الناس ما تيقوش في الاول تشافوا وجهو كمل. دابا انا في الاول كنت غادي انا واحد الدريه كانت كنا غادي نجيت للكوميساريه هنايا كانت المراه واقفه ولابسه هي الزيف وكتعيط في التليفون الدريه حداها هي مغطيه على وجهها وناقشه في يديها ودايره لها جلابيه جا دارت قلت لها قالت لي الدريه وقيله هذيك هي زينب شكات فيها قلت لها سيري دري راسك بحال غتلعبي معاها وشوفي واش هي ولا ماشي هي جات دات راسها كتلعب معاها قالت لها شويه وهي تقول لها قدي الزيف قالت لها قدي الزيف بقات زينب شات التصويره بقات زينب قالت لها سيري دي الدريه لوالديها ولا نبقى مع المراه بقيت مع المراه قالت لي انا عمتها قلت لها عمامه انا كاملين كنعرفهم انت ماشي عمتها وما عمرك ما كنتي معنا في المظاهره اللي كنا كنديرو حيت انا من الاول وانا معاهم جات فيا تصرفقني حيت لها الزيف بقيتها مصبغه شعرها ومطراسي حجبانه ودايره اللونتو ودايره العكر صافي مشات كتجري الزيت طايح في الارض وهي عريان شعرها وغدا كتجري صافي الدراري شدوها مشاو كيشدوها انا جيت جريت هنايا لقيت الدريه قلت للدريه الاخرى قلت لها فين هي الدريه وتقول لي راه عضاتني وعلقات حسابها واش غادي تمشي ديرها شي بلاصه حتى هي عضاتها ودخلت للدربون دخلت عند دارها عمتها تصدمات وهي طاح في الارض هادشي اللي شفت.